حاجه عضو جمعيه تقسيم خاطر المغرب، جمعيه وطنيه وعضو جمعيه تقسيمنا. نظيف هذا اليوم كي صادف اليوم العالمي لافه المخدرات، ماراثون في نسخته الثانيه من اجل الاول تخصيص الظاهره ديال تعاطي المخدرات والاخطار ديالها. هذا الماراثون اللي عرف مشاركه مكثفه ديال مجموعه ديال المواطنين والمواطنات اللي فيهم المجتمع المدني، اللي المجتمع المدني بجميع الفئات ديالو، فيه المجتمع المدني ديال الجمعيات الرياضيه، فيه المجتمع المدني كيخدموا مع الفئات ديال الاطفال، فيه المجتمع المدني كيخدموا مع ذوي الاحتياجات الخاصه، واللي حاولنا من خلال هذه المشاركه ديال المجتمع المدني نوصلوا واحد الرساله لانهم كلهم كيدعموا هذه الفئه ديال متعاطي المخدرات، وكذلك باش نساهموا على الاقل بالتحسيس بالخطر ديال تعاطي المخدرات، باش على الاقل الشباب والشابات يحاولوا ينتبهوا على هذه المخاطر ديال تعاطي المخدرات، وكذلك نبين بان هذه الناس ديال تعاطي المخدرات نساء ورجال، فيهم ناس اللي قادرين يديروا يعني باركور يعني مهم في الحياه ديالهم، والدليل هو انهم جاوا للمجره، وكذلك كانوا من بين الفائزين ومن بين المتواجدين في هذا اليوم. وبالنسبه لهذه المشاركه اللي في نسختها الثانيه تنفتخروا بها بزاف، لان عرفت واحد المشاركه جد مكثفه، فاخت اكثر من 300 مشارك، عرفت تغطيه اعلاميه واسعه، واللي كنشكروا بالمناسبه رجال الاعلام اللي واكبوا هذا الحدث، اللي فعلا غادي يكون ديالو وغادي يساهموا في التوعيه وفي التحسيس. اللي كان الهدف ديالنا هو ندعم ولا نعاقب. لماذا نقول ندعم ولا نعاقب؟ لان فئات متعاطي المخدرات محتاجين اللي يوقف معاهم في المجتمع، محتاج اللي يعطيهم المكانه ديالهم ويرجع لهم الثقه في راسهم، لان ذاك الوصم والابتعاد الاجتماعي ما يؤدي الى نفس هذه الافات. وكنتمناو ان المجتمع ما يحكمش على الفئات ديالو ويحاول يحتضنهم، لانهم عندهم الحق يرجعوا للحياه ويعاودوا يبنوا مشروع الحياه ديالهم بشكل جيد، ونحن هنا باش ندعموهم. وكذلك نشكر المجتمع المدني اللي وقف الى جانبنا، وكذلك جميع المواطنين والمواطنات اللي شاركوا بعفويه في هذه التظاهره ديال هذا اليوم. نعم، والاختيار ديال الباركور يعني ديال المسار ديال هذا السباق هذا، الاختيار ديالو يعني كان اختبارات اللي خديتوها يعني من الناحيه التقنيه ولا من الناحيه التقنيه، حيت هو اصلا هو ماراثون من اجل التعريف والتحسيس، ماشي ماراثون اللي داخل في السباقات الرسميه. لهذا اخترنا واحد الباركور اللي هو كيتواجد على المرقله، يعني المرقله يعني الكورنيش ديال طنجه، اللي فيه واحد 3 الكيلومتر، اللي كان الهدف ديالها الاساسي هو التحسيس والتعريف بهذه الفئه ديال متعاطي المخدرات، والتعريف بالقضيه ديال ندعم ولا نعاقب، باش على الاقل المجتمع تكون عنده هذه الامكانيه ديال يعني الاستاذ ديالنا يعني الاعمال ديالكم يعني ابار يعني يقولوا النشاط الرياضي كديروا شي اعمال اجتماعيه. نعم، حيت حنا الهدف ديالنا حنا كجمعيه، حنا اصلا جمعيه اللي كنخدموا في الجانب الاجتماعي والنفسي والصحي ديال الفئه ديال المتعاطي المخدرات، تنقوموا بالخدمات الصحيه اللي لان تنعرف المتعاطي المخدرات تيتصابوا بزاف ديال الامراض الصحيه، بالتالي تنحاولوا نواكبهم في المجال الصحي، كذلك في المجال الاجتماعي تنحاول ما امكن نساعدهم على الاندماج الاجتماعي، ولما لا الاندماج المهني، لان تنديروا حتى ورشات حرفيه باش على الاقل يقدروا يندمجوا في المجتمع. وكنخدموا بزاف على الاستيم دو سوا، على الثقه بالنفس والثقه بالعوده الى المجتمع، لانهم كانوا في واحد الوقت غايبين على المجتمع، والظهور ديالهم تيكون ظهور يعني مناسباتي، وتيكونوا خائفين من المجتمع، وبالتالي بغيناهم يرجعوا للمجتمع لان عندهم ما يعطيو، وكذلك نرفع لهم هذا الوصف، ما نبقاوش نشوفوا فيهم هذيك الشوفه ديال المجرمين، لانه فعلا ماشي كلهم مجرمين، هما ناس ربما قدر الله عليهم هذه الافه، وربما اختاروها هما باختيار، ولكن عند حنا هنا باش اولا نحسهم بالخطر ديالها، لان هذا الهدف ديالنا كنخدموا تقليص المخاطر، تنحسهم بالخطر ديال التعاطي، وثانيا كنحاولوا نحافظوا لهم على الصحه ديالهم حتى اللحظه الاقلاع تكون عنده على الاقل الصحه ديالو مازال سليمه وقادر يتواجد في المجتمع بشكل عام. نعم، بالنسبه للتشخيص ديال التعاطي يعني واش عندكم شي مؤشرات يعني ديال التعاطي يعني ارقام يعني مؤشرات؟ بالنسبه للتعاطي يعني من ناحيه ديال نسبه الادمان وكذلك مستوى التدخل ديالكم انتم. بالنسبه للنسبه ديال التعاطي يعني جد مرتفعه،
نقدر نقول لك راه عندنا اكثر من 6000 7000 حتى 8000 ديال المتعاطين اللي قدرنا حنا نوصلوا لهم غير في طنجه. هي في طنجه اللي حنا قدرنا نوصلوا لهم، لان هذه مدينه عبور، مدينه العبور معروفه في العالم، دائما كيكونوا فيها الظواهر لانها كتكون على البحر، بالتالي كتكون هي يعني مستقبله ومصدره لنفس هذه الظواهر. بالنسبه للتدخل ديالنا حنا اصلا جمعيه سميتها جمعيه مسانده المتعاطين المخدرات. لماذا نساند؟ لا نساندهم على التعاطي، ولكن نساندهم للعوده للحياه، نساندهم للاقلاع، نساندهم باش يبنيو مشروع حياتهم جديد، وبالتالي يرجعوا للحياه، لانه فعلا قادرين يعطيو وقادرين يتجاوزوا هذه المشاكل الى وقفنا معاهم وعطيناهم الدعم النفسي الكافي. ماشي نجاوب، كنتمنى نديروا الوطني. علاش؟ لان حنا كنخدموا على مجموعه الرسائل على المستوى الوطني، كنخدموا مع المؤسسات ديال الدوله اللي منها المجلس الوطني لحقوق الانسان باش تترافعوا على الحقوق ديال هذه الفئه ديال المتعاطين. كذلك كنخدموا مع وزاره الصحه، لان كنخدموا مع وزاره الصحه باش على الاقل تكون المستقبل تاعنا التغطيه الصحيه اللي كاينه دابا. كل شيء كيهضر على التغطيه الصحيه الشامله، وين حتى هذه الفئات بين التحرمات والتغطيه الشامله تسمح لهم يشتغلوا على المستوى الوطني. كنفكروا اننا هاد يعني هاد المناسبات الرياضيه، لان الرياضه فعلا عندها واحد الاقبال، عندها واحد التشجيع، وكيحبدوها جميع المواطنين والمواطنات. كذلك نفكر بشكل جدي اننا هاد الماراثونات تكون وطنيه، تكون مناسبه يعني تكون بشكل رسمي، ولما لا الى استطعنا مع الداعمين مع الفاعلين الرياضيين ان نديروا ماراثون احترافي. عندها طنجه، عندها الحسيمه، عندها الناطور، عندها الرباط، عندها فاس، عندها مراكش، وكذلك عندنا حتى تنوصلوا حتى للشاو. هذه الفروع هذو يشتغلون بشكل يومي مع متعاطي المخدرات، ونفكر في كذلك في مدن اخرى وفي مراكز اخرى، لان كنشتغلوا في المراكز مع الشراكه مع اساس محمد الخامس اللي كتبني هذه المراكز الطبيه والاجتماعيه والجمعيه اللي كتسيروها وكتشرح المخدر ديالهم في العلاقه ديال هذه المشاكل. يعني حنا دابا نترافع على المستوى الوطني في اطار العلاقه مع الجمعيات الشركه والمجتمع المدني، نترافعوا باش على الاقل نوصلوا ان هذه الفئه ما تنساش في هذه التغطيه الصحيه. والدليل هو اننا غدا ان شاء الله غادي نستمر هذا النشاط بواحد اللقاء اللي غيكون فيه رجال القضاء، رجال الامن، رجال الصحة، رجال الحقوق، جميع الفاعلين المدنيين. غدا غيكون واحد النشاط معاهم على الأقل باش نحسهم بهذه الظاهرة والمشاكل ديال اللي تيعانيوها، وكذلك الحقوق ديالهم، وما يتنساوش في هذا المشروع ديال الحماية الاجتماعية الشامل لجميع الفئات ديال المجتمع.